ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام وفي افضل حال. فيديو سريع تطلعوا منه بمعلومة، ليه يفضل تخدير الضرس او السمنة لما يكون فيها تسوس سطحي وعايزين نشيل التسوس ده ونحط حشو؟ كل الفكرة انه السمنة او الضرس فيها طبقة جوه طبقة المينا اسمها طبقة العاج. طبقة العاج دي طبقة بتبقى حساسة لانه تحت الميكروسكوب بيبقى فيها انابيب بتوصل الاحساس من خارج الضرس لجوه الضرس اللي هو للعصب اللي هو الداخلي اللي موجود في السمنة او في الضرس. وبالتالي لو خدرنا المكان كويس بيتم ازاله التسوس كويس جدا من عند طبقه العاج دي ومن غير ما المريض يحس باي الم، وبيعرف طبيب الاسنان يعمل تجويف داخل الضرس او داخل السنه بحيث انه الحشو يستقر في المكان ده والحشو ساعتها يعيش معاك سنين كتير جدا. طب لو تم ازاله التسوس ده من غير تخدير، الطبيعي انك هتحس بالم شديد لما الدكتور ينزل شويه جوه التسوس، بتحس بالم زي الكهرباء بالظبط، وهنا ممكن ما يعرفش ينظف كويس وما يعرفش يعمل تجويف كويس للحشو. وهتقابل مشكلتين ساعتها، أول واحدة إن الحشو ممكن يفك بشكل سريع جدا، تاني مشكلة فيهم إن بعد فترة التسوس ده هينتشر تحت الحشو ويكبر لحد لما يوصل للعصب وممكن يعمل خراج. ده كان الفيديو النهاردة، ما حبيتش أتكلم وألغي فيه بشكل غير مقبول، أنا بس كل الفكرة عايز أوصل المعلومة سريعة للناس بحيث الناس تزود معلوماتها عن مجال طب الأسنان. تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.